أهلا بكم مشاهدينا في مواكبة لآخر المستجدات والتطورات في ظل العدوان الإسرائيلي الهامجي المستمر على لبنان. ومعنا في الاستوديو رئيس مؤسسة عامل الدولية الدكتور كامل مهنا. أهلا وسهلا فيك دكتور باستوديو تلفزيون لبنان. يعني اليوم كمؤسسات اجتماعية الضغط مضاعف عليكم ومضاعف في ظل النزوح، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين، كيف تتعاملون مع هذا الواقع اليوم؟ يعني بداية بس بحب أعرف عامل جمعية مدنية غير طائفية فيها 40 مركز، فيها 12 عيادة نقالة، هلا فيها 1800 متفرغ متفرغة، 85% صبايا عامل بقودة الجيل الجديد. مركزها منتشرة بطريقة عنوانه الإنسان هو الهدف وهو المحرك، علقة الحرب بين عين الرماني والشيح. عندنا ثلاث مراكز وعندنا 4 مراكز بالشيح، كان في توتر بين السنة والشيعة. من التأسيس عندنا مركز ضخم بعرسال في 60 متفرغ، اجوا داعش بدنا يحرقوا الناس حموه بكندل اللوز، عندنا 50 متفرغ وإذا نقالي مدرسة جوالي. لما صار الانفجار عند أهلنا بالمرفأ المسيحية، أهل المسيحية تضرروا أكثر شيء، من عندنا على المرفا، عندنا المرم خايل، عندنا المسلمين بأشرفية، عندنا مركز ضخم بأشرفية، مركزين برش حمود الأهل الأرمن بالظريف على الطريق الجديد على النويري وبالعرقوب بكل وعامل تماما مستقل، وصارت دولية عامل فرنسا بسويسرا بلجيكا بإيطاليا بأمريكا ولا بسريلانكا وشاطئ العار، ومرشح لجائزة نوبل للسلام. وعنوان الأساس الإنسان هو الهدف وهو المحرك. لا نحن عامل تأسست بالطوارئ بعد الغزو الإسرائيلي جنوب لبنان سنة 1978. أنا من الخيام، الخيام دمرت بالكامل وأول بيت فجروا سرقوا بيتنا، نحن فلاحين تعلمنا وصرنا نباشر إقطاع، صار يهجموا علينا بالسكاكين والفؤوس وكان انتقام مننا يعني. هلأ فبالتالي عندنا خبرة عالية بالطوارئ. من لما صار من 8 تشرين بدأت الأحداث بلبنان، عملنا خطة طوارئ المؤسسة، كان مراكز الرعاية الصحية القوية ما فيها الإسعافات الأولية، حكيت مع صديقنا وزير الصحة اتفقنا يكون فيها ونعمل لهم دورة تدريبية. أنا مسؤول تجمع الهيئات الأهلية التطوعية بلبنان اللي بضم جمعيات كبيرة بلبنان، كاريتاس، مجلس كنيسة المقاصد، جمعية بلوى التنمية الاجتماعية، الهيئة الصحية، المؤسسة، كل سمناء الجامع. عملنا خطة طوارئ مع بعض، زرنا وزير الصحة، نسقنا مع بعض حول الخطة الوطنية، وزير الشؤون، منظمات الأمم المتحدة. هلأ لما صار مؤخرا الأحداث يعني من الأسابيع رجعنا عن جديد، عملنا خطط واجتمعنا مع صديقنا وزير البيئة مسؤول إدارة الكوارث دكتور ناصر ياسين، وطلبنا نحن الحقيقة أنه لبنان بعد ما صار بالبيجرز والتوكيوكي يعمل دعوة لمحكمة العدل الدولية ولمحكمة الجنايات وللجنة حقوق الإنسان ولكل الهيئات الحقوقية، وطلبنا أيضا أنه الحكومة توجه نداء للدول الشقيقة والصديقة مشان الوقوف إلى جانب لبنان، لأنه لبنان عم يعاني من وقت الانهيار الانفجار المرفأ من حالة اقتصادية صعبة. دكتور بس في عنا مباشر حاليا نائب سامي الجميل. إذا المشاهدين كنا نستمع إلى النائب سامي جميل وأيضا النائب وائل بوفعور، ونعود مع ضيفنا في استوديو الدكتور كامل مهنا. دكتور كنت عم تتحدث عن المؤسسات وهذه المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالإنسان بالدرجة الأولى تم استهدافها من العدو الإسرائيلي بهذه الحرب، لماذا استهداف هذه المؤسسات من قبل هذا العدو؟ يعني هذا شيء معودين عليه نحن من إلى الإسرائيل، يعني ما عنده ما في قواعد يعني تستريح كل شيء، يعني بسمونا الغويم نحن ما يعني ناس تانيين حياتنا ما إلى قيمة عندهم. شوفي شو عملوا بغزة، يعني بالانتهاك لكل القوانين الدولية والإنسانية، ما جديد يعني. أنا بعتقد حتى قصه المناشد لو حتى مرات نحن بنعملها كواجب، بس بنعرف انه هذا الشيء نحن معودين عليه. يعني نحن بيوتنا، انا بيتنا مرتين صار مدمر بالخيام، وهلا يمكن بعرف شو صار، ما حدا بيعرف البيوت صار 5 مرات بالخيام، ومركز العرقوب انصاب مرتين، مركز الفرديس مره،
وهلا في بلدات فيها مراكز عامل كل البلدات هاي فضيت. نعم يعني انا برايي هذا شيء مستنكر اكيد، ولكن ما بيفاجئنا مثل ما امبارح صار في استشهاد 9 من اخواننا بالهيئه الصحيه الاسلاميه ببيروت هون كمان بالعاصمه، وشيء 10 جرحى او 12 جريح، وكان سبق واستهدفوها وراح شهداء، واستهدفوا ايضا كشافه الرساله والصليب الاحمر امبارح اليوم كمان كانوا هن مع عناصر من الجيش عم يحاولوا يعملوا عمليه اسعافيه تم استهدافهم. حتى في صعوبه للصليب الاحمر للوصول الى اماكن لاسعاف كمان. اسعاف يعني، فهيدا انا شوي ضد سياسه الاستجداء. اسرائيل ما بتفهم بلغه لما حدا بيصدق انه ممكن حدا بيسب الامم المتحده بالامم المتحده. نتنياهو هلا لما كان حكى كلام سلبي كثير عن الامين العام وقال ممنوع يروح على اسرائيل، وقبل منها سفيرون خزق كل ميثاق الامم المتحده على منبر الامم المتحده. يعني في شعور ولماذا يلجؤون احيانا فائض القوه هذا في فائض القوه خير فوق القانون، يعتبروا حالا فوق القانون. حتى كان انه نتنياهو عمالي انه ينتقد محكمه الجنايات الدوليه ومحكمه العدل الدوليه، وانه بده يتشكى عليهم انه كيف اني في دور اخلاقي عم يمارسوا دور اخلاقي بهاي المجازر، يعني عمليه الاباده الجماعيه والتطهير العرقي والانتقال القسري وانتهاك كل القوانين الدوليه بغزه واللي هلا عم يمارسوها بلبنان، واللي حتى بدوا هني قالوا صرحوا انه عم يتابعوه بالضفه هو جزء من شبيه بغزه بضاحيه بدي اقول عفوا ضاحيه ما حدث في غزة. بدأ يعني في عملية تدمير منهجي ماشي منذ بداية الأحداث، ونفس الشيء على الشريط الحدودي في خطة لتدمير من 5 إلى 10 كيلومتر بالكامل كل البنية التحتية، في قصف إلى متواصل. فهذه يعني الطريقة اللي دائما كانت متبعة، وبالتالي نحن يعني لازم نعرف ندافع عن أرضنا وعن بلادنا، وهذا الاسلوب اكيد مرفوض. وللاسف يعني في كثير دول رافعه شعارات حقوق الانسان والديمقراطيه وحقوق الشعوب كلها وقفت لجانب اسرائيل، يعني وهلا كله بيقولوا لي مهم امن اسرائيل ومن حقها الدفاع عن نفسها، بس كانه بس اسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها ودول اخرى لا. الفلسطينيه هذا الشعب قضيه فلسطين ما فيك تشوفيها الا اول شيء قضيه انسانيه، هذا الشعب الوحيد بالعالم اللي ما عنده دوله. يعني كل طيب وهدي يعني الامم المتحده في قرارات في ولكن اسرائيل ما بتخضع للقرارات الدوليه ولا شيء. وهلا يعني كل اللي عم يصير والتصميم، وانا بقول لك نحن هلا بعدنا بعتقد يعني ببدايه المعركه هلا، الا اذا كان يعني اللي عم يصير على الحدود بيلجم اي تحرك. يعني برايك التوغل البري والخسائر التي يعني الجيش الاسرائيلي جيش الاحتلال يعني هون برايي شوفي في مخطط مصرع عنه نتنياهو، قال حكى عن الشرق الاوسط الكبير مشروع كونداليزا رايس سنه ال 2006 هذا المشروع تمام اللي ما تحقق. هلا في عوده لإله يعني نفس المشروع. هل يمكن ان يتحقق اليوم برايك دكتور؟ انا بعتقد لا، يعني بعتقد لا، بس المشروع مطروح والمشروع اوسع من لبنان، وهلا في حلقه بلبنان ولكن العمليه مستكمله وفي شركاء يعني بهالعمليه وهي يعني داخله باطار جزء منها كمان اضعاف حتى روسيا بالمنطقه عندنا، اخراجها من المنطقه ولها علاقه بمعركه اوكرانيا، وكمان إضعاف الصين وإيران في عندها مشروع نووي وهذا ممنوع سبقوا وعملوا الملع مع العراق ضربوه، بليبيا كان في محاولة من خلال سوريا العقوبات كمان. كان في محاولة يعني سلاح كيميائي ما في مسموح بس لإسرائيل يكون عندها مفاعل نووي دول أخرى، وبالتالي هلا يعني جزء من المشروع إنه ما سؤال عنها يعني ممنوع يكون في مع انه هي عندها
بناء ال 400 راس نووي، وانه دوليا ما حدا بيحكي عن الموضوع. ولكن اليوم ماذا يريدون من الحرب على لبنان وغزه؟ يعني واليوم نحن بنعرف يعني في دور وظيفي لاسرائيل هي من وقت ما انشئت ان تنفذ يعني سياسات الغرب، ومنطقتنا نحن هذه منطقتنا مهمه كثير، منطقه بسموها شرق اسيا او لا بسموها الشرق الاوسط، بس البلاد العربيه فيها اربع شغلات. فيها النفط، النفط هو موتور محرك الاقتصاد بالعالم، النفط يعني كان يقول نابليون بسيطر على المنطقه بسيطر على العالم يعني. صحيح. النقطه الثانيه الجغرافيا اللي حكى عنها ديغول، نحن بثلاث قارات، نحن باسيا باوروبا بافريقيا. اليابان لو ما هي يعني تدخل بالحرب ما حدا راح صوبها يعني الوزيري. النقطه الثالثه نحن ارض الديانات يعني التوحيديه يعني وهذا التنوع الموجود كمان في كل مسلم وكل مسيحي وكل يهودي بالعالم بهسه الارض إلى معنى خاص بالنسبه له. النقطه الرابعه اللي هي المهمه هي موضوع فلسطين، هي يعني اهم قضيه واعلى القضيه بالتاريخ مثل ما قلنا، وبدها حل. في شعب هيدا له حقوق، وهذا الشعب عم يدافع عن حقه يعني شيء مشروع يعني بس برايك دكتور هذا التنوع هو نقمه او نعمه في هذه المنطقه وفي لبنان بالتحديد؟ لا، هو التنوع دائما نعمه يعني لانه في بعض الاحيان يتم استغلال هذا التنوع ببعض الصراعات. نعم، شوف ليك لبنان هو نقيض لاسرائيل، يعني في ناس من اهلنا اللبنانيه ما كثير بينتبهوا لهالشغله. هلا كل جزء من المشروع اذا نجح بده يعني يهوديه دوله اسرائيل، المشروع الابراهيمي يعني والسيطره على المنطقه كله. نعم. هذا المشروع مطروح. لبنان هو نقيض. ليش قال قداسة البابا لبنان رسالة؟ نحن كلنا أقليات. شوفي مصر، مصر فيها 90 مليون مسلم، فيها 10 ملايين مسيحي يعني مسلمين هني طبعا. لبنان كل أقليات، هو نموذج حقيقي للعيش المشترك. نعم. للعيش المشترك لبنان. ولبنان هو بلد الطاقات البشرية بامتياز، وهون الحقيقة بحب هالسياق حيي أهلنا اللبنانية كلهم. جميع المناطق اللبنانية على روح التضامن اللي أبدوها، هلا في شواذ بس إنه بشكل عام مع أهلنا النازحين، ولأول مرة بيصير هذا النزوح الجارف عدد خلال كبير. إيه أكثر من 2006 من حكى عن مليون أو مليون و200 ألف نزحوا بسرعة، وهلا العدد عم يزيد لأنه هلا آخر إنذار طالبين من كرة بالجنوب حتى الأول ما فيها النبطية، يعني وبالتالي حيصير في ضغط على الداخل. وكمان ببيروت امبارح العمليه اللي صارت على البشوره، كمان في ناس من بيروت كان صابهم حاله ذعر، وانا بعرف يعني انه في كثير عائلات تركت مناطق معينه ببيروت، تركتها امبارح بالليل وبالتالي وين بده يروح هلا؟ هلا في كلام انه صار في بسوريا 200,000 سوري، هلا ما بعرف الارقام قديش، بس انه صار في اعداد وكثير من اللبنانيين صاروا هونيك. والشمال هلا في اكثر شيء ضغط على الشمال، واللي قادر يسافر عم يسافر لبرا برغم صعوبه يعني اجور الطياره، بس عم ضغط على الشمال، بيكون ضغط هلا في كثير بالشمال، ولكن هلا حيزيد. ونحن يعني عملنا بعامل دغري خطه طوارئ، كيف العمل بالتجمعات وين المدارس، عم ننسق مع وزاره الصحه لانه مركزنا مراكز رعايه بننسق احنا وياهم، وفي سيستم فينيكس الاحصاء، ومع وزاره الشؤون، مع لجنه اداره الكوارث، ومع المنظمات الدوليه، ومع شركائنا اللبنانيه. نعم. نشتغل مع بعض. بس انا بحب اقول شيء، بال 2006 كان في امكانات، صحيح كان في امكانات، صحيح الاقتصاد كان افضل، كان في رئيس، كان في حكومه. هلا ما في رئيس، في حكومه تصرف الاعمال. وكمان لبنان من وقت الانفجار المرفأ عم يعاني من حاله انهيار اقتصادي، 82% من اللبنانيه تحت خط الفقر، فيه 37% بحاله فقر مدقع، والاضافه ل اهلنا السوريين والفلسطينيين وعامله المنازل، يعني في قد نص السكان تقريبا ضيوف، بحاله افقار عام كل الاطراف. واجيك صرنا من سنه ب 8 تشرين لهلا، يعني ولا مره مثلا بال 2006 كان 33 يوم، بال 2000 وبال 82 اذا مذكر 44 يوم،
اكثر شوي من 53 يوم. كان قصيره قصيره. هلا صار سنه وبعدنا وشوف بحاله الى تصعيد انهيار اقتصادي، وتجيك هيدي هالازمه مع خسائر اللي عم تحصل البشريه والماديه فيها. وهون يعني وانا من ذكرت بحديثي بلقائنا مع صديقنا وزير البيئه انه طلبنا الحكومه وعمل هالشيء، رئيس مئاتي ارسل نداء وبعث نداء للاصدقاء والدول الشقيقه. وهون يعني ما بيخجل الواحد يقول كانه في نوع من الحصار على لبنان. اذا مذكرين بال 2006 كانت المساعدات، فهلا يعني كان المطار لا يهدأ بالمساعدات كثير. كان عن منظمات الامم المتحده اللي عملته انه حولت المصاري اللي كانوا للتنميه للطوارئ. من الخارج هلا عم يقول الرئيس ماكرون بده يعمل اجتماع للمانحين بفرنسا، ولكن يعني في دوله عربيه مش حسميها قدمت لاوكرانيا 125 سياره اسعاف و450 مليون دولار. طيب لبنان معلش، وهون بدي كمان اقول شيء، اللبنانيه إلن على كل العالم، اللبنانيه مع الفلسطينيين هن اللي عمروا الخليج، ولبنان ساهم بعمار افريقيا وامريكا اللاتينيه وباوروبا وامريكا. اللبنانيه إلن دور مهم ومميزين بكل الاماكن. ما يريدونه بالمقابل لازم. وهون كمان بحب ناشد الحقيقه المغتربين، لانه بضوء هذا الحصار في دور كثير لا عم يعملوا، ما بعرف انه عم يعملوا، وكثير عم ينعمل حتى حملات لعامل برا ومشكرهم كلهم يعني. بس هيدي فرصه لنبرهن انه نحن مع اهلنا بهالظرف الصعب. يعني لو بينشاف قديش عم يساء لانسانيه الانسان اللي عم ينزعوا، هيدي اللي ناس عندها بيوت وعايش ببيوتها باحترام وكل شيء عم يناموا بالشوارع. شيء معيب هيدا. صحيح. شيء معيب. اين الخلل برايك دكتور؟ ما بيصير هاي الدول ان كان الصديقه او الشقيقه بتتفرج على لبنان بأزمته. طب أين الخلل برأيك؟ ليش في يعني مواطنين أو أشخاص عم بيناموا بالشوارع اليوم، مع أنه هيدي الحرب صار لها سنة، كان لازم نحتاط أكثر حول هيدا الموضوع. شوف ليك، يعني نعمل خطة. نعم. بس كمان نكون صريحين، يعني الخطة في إمكانيات متواضعة. يعني مثلا حتى الأمم المتحدة اللي قدرت تأمنه شيء 50 مليون دولار يعني، وأنا متابع معهم يعني من وقت الأزمة لهلا، وهلا نفس الشيء عم يعمل. الدولة كمان رصدت مبالغ، بس الإمكانيات متواضعة. بس كمان شوفي، برغم كل هيدي اللي عم أقوله أنا، قديش بيقدر اللبناني هيك يعطي شيء إعجازي إنه كيف المستشفيات استقبلت برغم إنه أغلبها نزل شغله 50%، 3500 جريح تم، ويعني وبإشراف وزارة الصحة يعني، ومن حي صديقنا يعني وزير الصحة على الجهد يعني، وكل الفريق الحقيقة، وبما فيها المؤسسات الإنسانية والمستشفيات كلهم والأطباء الزملاء والممرضات والممرضين وكل الطاقم الصحي والطبي. وبعدين إلا وجاههم دغري بعد منها 1500 جريح طلعون لبرا. نحن صرنا هودي القسم كبير منهم هو بحاجة لغيارات، بحاجة لعلاج نفسي، بحاجة لزيارات بالمنازل، بحاجة لكراسي يمشوا يستعملوها، بحاجة لأطراف. عندنا نحن برنامج بعامل دغري كيف نتابع قسم منهم، يعني نتابعهم كلهم كيف نتابعهم ببيوتهم أو يجوا له على مراكز المؤسسة. فهيدا يعني استجابي. وكمان يعني هلأ أجي بثلاث أيام عندك مليون نازح. نعم. مليون نازح. شو واحد بثلاث أيام بهالوضع اللي أنا شرحته أساسا هو صعب منذ من العشرين ومن 19 كمان، وانهيار العملة اللبنانية. نعم. فيعني في أكيد هذه أنا بعرف بالتفصيل هلا، لأنه فرقنا كلها موجودة بالفرق عامل، وأكيد الجمعيات الأخرى بالتجمعات المدارس وهيك، اللي صار فيه شيء 875 تجمع، فيهم حوالي 160,000 و170,000 نازح. فمثلا معلش بدي أقول أنتم عم بتواكبون كمؤسسة عامة؟ لا مش حالنا، لا نحن وغيرنا يعني. احنا وغيرنا. بس شوفي مثلا بال 2006 بالمدارس كان يجي النازح حامل بايده حرام ومخده ويمكن شغلات، مقدمين له اياها جهات صديقه او يمكن غيرها. هلا عم يروحوا على المدارس فاضيه، فيش مي، فيش كهرباء. هلا شوي بدات يعني الامور
تنتظم إلى حد ما، بس كمان ضربت إسرائيل المصنع تبع الفرش في منطقة معمل غندور. قال لي الأمين العام اللي هي العليا للإغاثة من كم يوم يعني. وكمان هون عم يصير شيء، نحن اشترينا فرش من طرابلس والفرش اللي كان حقها 7 دولارات صار 30، وصار حقها 14 او 15 صار 50 وما بتلاقيها. اشترينا نحن كميه، هن جايين على الطريق، اجى شخص وقفنا اعطاهم مبلغ اكثر، اخذ الفرش. وهيدا الموضوع شو ممكن ينعمل فيه؟ انا بوقتها ما فيش بعمل هيدا يعني، بده ما في شك يكون في رقابة من وزارة الاقتصاد على الأسعار، يكون في رقابة من خاصة بوقت الأزمات للأسف. أزمات لا، وأنا يعني في حتى يعني البعض اللي في ناس لا بالعكس عم يقدموا بيوتهم وعم يساعدوا، وهون بحب أقول لك في كتير مبادرات محلية عم نشوف الصور هون كمان دكتور اللي أنتوا كمان خلال في مبادرات محلية حلوة الحقيقة يعني من أهلنا، حتى نحن في مثلا مسؤولة مركز حار تحريك بقي ساكنة بالنعمة، بالنعمة عندهم الصعيد الصحي مثلا ما في حاجة لعيادة نقالة، المستوصفات فتحت وموجودة، عم يشتغلوا بالإغاثة والناس عم تقدم، وهذا شيء حلو يعني كمان من حييهم. بس لازم يعني نعرف انه هلا في شغل لوقف اطلاق النار، في مبادرات عم يحاولوا إحياء المبادرة اللي قامت فيها أمريكا وفرنسا من شان وقف اطلاق النار، وفيت على الخط مصر وقطر بهذا الجهد والدولة اللبنانية كمان أخذوا مبادرات، أنه الرئيس مئاتي والرئيس مجلس النواب والحكومة أنه لبنان بده ينتخب رئيس، ومبارح كان في مبادرة يعني بتفتح مجال للحلول، وأنه الجيش كمان ممكن يعني، فنبين في محاولة تقديم يعني اقتراحات بتسهل الأمور لوقف إطلاق النار. السؤال هو المشروع، في مشروع الشرق الأوسط صحيح، هذا اللي كنا نتحدث عنه حضرتك، ما بينسمع إلا إذا ما قدروا يتقدموا، عندهم خطة يتقدموا، وفي من ضمن المشاريع المطروحة اللي هني عم يقولوا 5 كيلومتر أو 3 كيلومتر، وبدهم يجيبوا يبدو ناس من جماعة لاحد أو أولادهم يحطون على الشريط، ما المشاريع اللي هلا هن ذريعتهم إعادة سكان بس الشمال. بس أنا هقول يعني مشروع أكبر بكتير، إذا قدروا أكبر بكتير، أكبر من قصة الشريط يعني. يعني مطولة. إيه هلا مبدئيا عم أقول لك كله مرهون، هلا مثلا امبارح كان إشارة مهمة حاولوا يتقدموا من عديسة، حاولوا يتقدموا، كان في صد وخسائر. شوفي في شيء ملفت مثلا حتى اليوم امبارح إسرائيل هي اعترفت إنه عندها 9 قتلى وفي بس 2 من المقاومة اللي اعترفت، كل عمره يمكن عندنا 50 ويمكن عندهم جريح، وهذه شوفي يعني كيف عم تتغير. أنا يعني بعتبر اللي كانها من فترة بدأ إذا بدك زمن دور الشعوب، مش بس بلبنان، بالمنطقة. هلا في محاولة لضرب هذا المشروع، ما هنا في تحدي، في تحدي بس مثلا بغزة عم بسمع أنا أخبار، طيب ولاد هودي اللي انقتلوا او استشهدوا من وقت هلا صار في يعني بين جرحى وشهداء يعني يمكن قربوا لل 200,000 يعني بحكى عن 200,000. طيب ها ولادهم واحفادهم شو حيعملوا بالمستقبل؟ ما حتفهم ابدا اسرائيل انه هيدي ما بفيد للاغتيالات ولا قتل الناس، قديش صاروا مقتلين عالم بيرجع اكثر منهم بيجوا، ونفس الشيء بلبنان. طيب لبنان هلا طيب قتلوا، طيب هودي الأهل والجيران وأهل المناطق، طيب هيك بدهم ما حيقبلوا هالشيء. ما في إذا ما في حلول عادلة للأمور اللي كل الناس مقرة والأمم المتحدة مقرة بعدالتها، ما في بتستمر الموضوع لو قد ما حاولوا. للأسف قد ايه صار له هالصراع، ولا مرة كانت في حلول عادلة، حتى القرارات الدولية لم تنفذ. يعني التاريخ بيعلمنا بتصبري مرات مئات السنين تتحقق أهدافك، بس أهم شيء الواحد يتعلق بخياراته ويضل مصمم. وخذي إذا ناخذ شو بدك، ناخذ أوروبا بالحرب العالمية الأولى 22 مليون، بالحرب العالمية الثانية 62 مليون، يعني ما بتتطور الشعوب، هي بدها تدفع ثمن. نحن بعدنا ببلادنا للأسف الأنا هي كتير قوية، العصبيات بعدها كتير قوية، عايشين بالماضي
وقليل ما بنستعمل العقلانية. صحيح. الغرب عمل برغم انتقادنا لسياساته تجاه منطقتنا عمل رغماتي أكثر. عمل دولة فيها قانون وفي احترام للأفراد. هلا استغلوا البلدين العالم الثالث استعمروها وعملوا نوع من ازدهار بلدهم، بس عملوا دولة وفي عقلانية بالتعاطي، بس التضامن عندهم خف. نحن عندنا شيء رائع هو التضامن، ببلش بالعائلة. النواة تشوفي اللي حمى لبنان بالحرب الأهلية وبالاحتلال بكوسوفو والبوسنة، نهار المجتمع بست أشهر كان يفوت الجار على جارته تكون حامل يغتصبها يبكر بطنها ويحرق البيت ويظهر ونهار المجتمع. نحن 16 سنة حرب أهلية، أنا كنت فاتح ب 82 مستشفى بالعامل يعني بالمصيد بالمصيد بيومتها إجا الوزير جملة طلع كان فيه مقاتلين ونحن عملنا فيه مستشفى 70 تخت لأن 40 طبيب أجنبي. كيف أهل المصيد المصيد بلبنان الصغير، أنا مذكر كيف كانت الناس تحمي بعضها، كيف كانت الناس بكل الانتماءات الناس طيبة. وشوف في مرة إجا لعندي دبلوماسي أوروبي بعد لما انتهت الحرب الأهلية، كان يجي بالحرب معنا هو سفير، قال لي أنتوا يا كامل هلأ أنتوا صرتوا تحكوا كلكم مع بعض وشو اسمه؟ قلت له ايه؟ كل عمرنا نحكي مع بعض بس هي لما دخلت السياسة قال جملة حلوة كتير. قال بلبنان في عنف بس ما في إرهاب ما في حقد. الناس تغرجت تبوس بعضها يعني في طيبة عنا وهذا التضامن العائلي والمجتمع. بلان لبنان قوي كتير بالمؤسسات الإنسانية، ما بقتش إن جي أوز لأن صارت شتيمة، والمنظمات الإنسانية. المنظمات الإنسانية لبنان بالنسبة لعدد سكانه أغنى بلد بالعالم بالمنظمات الإنسانية لبنان. بس تعطي مثل يعني لأنه عندهم حرية حركة. عندنا 860 مستوصف ومركز صحي بلبنان، 760 تابعين للمؤسسات الإنسانية ومية للقطاع العام. شوف قديش، وهذا اللي حفظ المجتمع بالحرب، هذا التضامن العائلي والمجتمعي اللي كل يعني من واحد على اثنين لبنانيين موجود بجمعية بتطوع بهذا. عندنا حب وفي دعم، ولكن لازم تنظيم. وهذا مثل ما عامل عم تعمل الإنسان، هو مش ممكن نتطور إلا شوفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو قال؟ الخلق كلهم عيال الله. سيدنا عمر قال متى استعبدتم الناس وخلقتهم أمهاتهم أحرارا. سيدنا علي لما بعث ملك الأشتر على مصر في مسيحية قال له الناس صنفان أخ لك في الدين أو نير لك في الخارج. سيدنا عيسى حكى عن فلس الأرملي مش عن الغنية، فلس الأرملي. صحيح. هي الدين، هذا كان اللي عم يحكوا عن الأديان. الأديان كلها بتدعي للمحبة، ما بتدعي للقتل. ما كان عمل داعش أو بالجزائر أو طب. وبعدين المؤسسات أي الأحزاب كلها بتحكي عن العدالة الاجتماعية. ولكن نحن بحاجة للعقلانية، تعاطي بالعقل. هلا لبنان لو في تعاطي بالعقل، بديش أحكي عن كان ممكن لبنان يكون بدون كهرباء بدون ماي بدون بنزين بدون دواء. هذا غير كله عقول. كنت من فترة عند بنتي بدبي زوجة إنجليزي، اجت لعند رفيقتها قالت لها وأنا قاعد يعني في 10 بنات لبنانيات بدبي رؤسة 10 شركات دولية صحيح عالمية. طب هذا البلد يعني كله عقول، هذا بلد الطاقات البشرية. هذا السؤال دكتور، ليش نحن صار فينا هيك؟ هل السياسة هي اللي عندما دخلت السياسة بالعقول عملت؟ لا هي السياسة. شوف لك هلا لو أنت قعدتي بالبيت عم تعملي سياسي بتكوني موافقة على الواقع الموجود، كل شيء سياسي. بس في سياسي صح وفي سياسي سلطة. غلط. طيب شو الوصول للسلطة؟ السياسي هي تنظيم شؤون الناس. صحيح. فن إدارة شؤون الناس. هيدا بالعالم. بس في السياسة السياسوية هذا الكلام بيقول لك من سنة 92 الكهرباء بعد شهرين، في ما في وزير إجا لما قال الكهرباء بعد شهرين. الشعبوية لو جربوا يعملوا شعبوية. 92. فنحن مش هناك بعمل رافعين شعار الثلاث ميمات. مبدأ موقف ممارسة. وثينك وسي أن تدو. بتقولي لازم تطبق، مش كله خطابات. حتى عن فلسطين قديش صار طار حركات بنا نحارب بنا كله بالفنادق وبالصالونات. يعني بدك تقولي كلمة بدك تشتغلي لتطبيقها. هذا أهمية الشيء اللي عامل عم تعمل. وأنا مثلا ليش أنا عم بشتغل بالعمل الإنساني؟ أنا كنت مسؤول الطلاب بفرنسا 7000 طالب ويعني بال 67 لما صار العدوان على سوريا وعلى مصر وعلى الأردن. أحمد سعيد الإذاعي الشهير كان
يحكي عن انتصارات ونحن في حالة هزيمة. فأنا قررت ساعتها اشتغل بالعمل الإنساني عبر المهنة، ما عملت مثل شي جيفارا طبيب ترك مهنته أو جورج حبش، اشتغل كطبيب كل الوقت بس بفكر مدني تغييري والإنسان الإنساني تغييري، ومع قضايا الشعوب قضايا حقوق الناس حقوق الناس. وشان هيك هلا بتلاقي مش ممكن نحكي عن ديمقراطية إذا ما في تنمية. أول شيء بدك تشتغلي على الأرض، على الأرض بدك تغيري على الأرض مع الناس مش من فوق، كله بيحكي باسم الناس بس غير العلاقة. للأسف هلا عشان هيك هلا عامل مركزة كلها بالمناطق الشعبية. والله كان معي من فترة السفير البلجيكي بحي السلم، تعرف حي السلم وضع الشعبي ويعني كثير والانماء كمان، عندنا مركز صحي ومركز تنموي. انا كنت فخور انه يكون تعملي بهي المناطق او مثلا اخر منطقه من بلدي الخيام، احسن تجهيزات احسن كادر بشري وعمل تحت شعار التضامن وليس الشفقه. ليس مين انا تشفع حدا، التضامن والتضامن مع بعضنا كبشر. دكتور عمر نشابي عم يعمل دراسه كان عن الكرامه الانسانيه في لبنان وكيف عامل عم تطبق نموذج الكرامه الانسانيه. قال لي رحت على المراكز شايف كيف في احترام للعالم، قال لي عم تعلموا الناس يحترموا بعضهم، لازم نتعلم. شو بيقول لك هلا عرف حالك مع من عم تحكي؟ لك خي مين؟ كلنا بشر كلنا انسان. شو بيقول لك عرف حالك عم تحكي؟ انا 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 بسمع هلا بقول لهم انا بالمؤسسه بحكي معهم، بقول لهم المشكله بده اثنين. انا هلا نزل تحت على اول باب المؤسسه اجى واحد ضربني ما برد علي، وانا عامل 7 سنين بوكس وثلاث سنين كاراتيه بقدر. لازم نحن نعرف من وانا بعلم هيك اولادي وهيك، ولا مرة تكون ردة فعل، كون فعل، أنت شو بدك؟ Never be a reaction. صح. All the time an action. كيف بتكون فعل؟ كيف نحن نفعل؟ كيف نطور بلدنا؟ كيف بدنا نطور؟ هذا لبنان دوري وكل المنطقة كلها، هذا لبنان دوره كله عقول. هذا اللي عمروا الخليج والأفريقيا وأمريكا اللاتينية وهلا موجودين أحسن أطباء وأحسن محامية وأحسن مهندسين بكل المحلات. بس نحن وصلنا لهيدا المرحلة. لا لا مش أنا أشوف في هذا الحال. يعني نحن نتمنى يجي وقت بعدها. يعني في بيقول الله يشفيه صديقنا الدكتور مصطفى حجازي بيقول في مجتمعات العرفان ومجتمعات البرهان. مجتمعات العرفان حضرتك عندك دبلوم بتشتغلي بتنجحي برقوك. مجتمعات العرفان البرهان هيدا العرفان المهم الولاء وليس الأداء، مش مهم شو بتعملي، مهم الولاء. هاي نحن بعدنا هون. أنا أبدا أنا مسمي حالي العتال، كاتب على عند السكرتير شعار لا أريد شيئا من أحد في وحدي ألأم من الله أتوقع شيئا. مش هيدي رسالة يعني. دكتور اليوم العودة لموضوع مؤسسات عامل وموضوع النازحين، شو الصعوبات اللي عم بتواجهوها وشو المتطلبات والأهم يعني المتطلبات والاحتياجات لمواكبة عملكم؟ ليك عمل لك انعمل بأيام سريعة الحقيقة شيء جهد كبير من كل الأطراف. يعني أبدا من كل الأطراف اللي قادرين عم يعملوا شيء، وهون يعني بحيي مجددا كل اللي عم يشتغلوا، بس كمان حتى المبادرات الشعبية على الأرض اللي عم تصير وهذا شيء كتير مهم نعمل شيء، بس كله ما له علاقة بالحاجات الفعلية. في حاجات كبيرة كتير يعني مثلا خدي بس التجمعات، موضوع المنامة والماء والكهرباء هول التأمين والأكل. هلأ في ناس عملوا وجبات ساخنة بالأول، بسأل شو بيقدروا يعملوا على طول وجبات ساخنة، عم ينقام تطوع وبعض الجهات السياسية فيها. فهذا بس هذا كمان قديش فيه 160,000، عم نحكي عن مليون نحن. طيب الباقيين وين؟ هلأ أنا عم بحكي عندي كوادر لعامل بمنطقة جبيل موجودين، عم اقول لهم صار بيحكوا لي كلهم موجودين ببيوت العالم مش بتجمعات. اوكي هذه في مشكله بس هم بدهم مساعدات ولا تكون البيت عايش 20 شخص. في اليوم اذا بقول لك من الصبح بدك تتصل في ناس انه في تجمع، هلا مثلا تلفنوا لي اليوم من منطقه المروج في 75 عائله بدهم ادويه امراض مزمنه. هيدا عم يتم تامينها دكتور؟ لما بشوف لك ما حدا قادر يستجيب لكل شيء مطلوب، كل امكاناتنا محدودة بالمقارنة مع الحاجات. على فكرة هي قبل هاي الأزمة أنا كنت هيك بحدد شو هي واقعنا. المطلوب من حضرتك ومن كل اللي عم يسمعونا على الصعيد الشخصي بلبنان من زمان أكثر من قدراته، والمطلوب منا جماعيا أكثر من قدرات. الحاجات أكثر بكتير من القدرات قبل ما يصير النزوحة، فكيف إذا صار النزوح؟ ولكن يعني هلأ عم يصير فيه كتير
مبادرات، متوقعين يجي شوية مساعدات، بلش يجي بس كله قليل، مش يعني مش مثل ما كنا بنعتاد عليه بال 2006. ايه عم يجي بس انا عم شوف يعني شو عم يجي الكميات، يعني بما فيهم انا حكيت بصراحه مع سفراء اوروبيين وحكيت مع المنظمات الدوليه مشان يوقفوا جنب لبنان يعني. ايه شو كانت ردود فعلهم استجاب دكتور؟ استجاب واجت طياره من دوله اوروبيه. نعم. شو كانت ردود فعلهم بموضوع المساعدات؟ هل كانت ايجابيه؟ لا بتجاوبوا بس انه مش مثل اللي بيقرروا، يعني انا بعتقد يعني في قرار كبير حيجي مساعدات بس مش بالقدر المطلوب، حيجي مساعدات بس في واحد بيساعدك ب 10 مليون بدل ما يساعدك بنص مليار مثلا. طيب هل هي قله ثقه بالمجتمع المدني او مدني شو خاصه؟ بس عم بحكي عن البلد انا، مش عم بحكي عن المؤسسات الانسانيه، المؤسسات الانسانيه كل جهه عندها علاقه مع جهه اخرى وهذا كله بيصير، يعني هون نعرف هذه كيف بتصير، ما حدا بيعطي مصاري هيك بالمؤسسات الانسانيه، ما حدا بيعطي مصاري. تكتبي مشروع وتحطي موازنه وبيجوا في اوديت وبيجوا بحاسبوك بعد انفجار، بضل عامل مليان اوديت، بضل عنه اوديت وهون انت بتبيني جديتك وشغلك الصح لما بتكوني عم تضبطي الامور مزبوط. واذا كنا نحن نعتبر حالنا مؤسسه ناجحه لانه كل فرانك بيوصل للناس صحيح، انتم كله بينكتب وهلا انا كل جمعه هلا ببعث تقرير كل جمعه كل جمعه كل جمعه لكل الشركاء شو عم نعمل، ابدا كل جمعه كلهم شو عم نعمل ابدا بالتفصيل، في فريق دغري بيحصي كل يوم كل الحركه بتصير بالمؤسسه كله بيتدون كله بينبعث ابدا ستراب بنسميه ابدا، اساسا عامل كل جمعه عنده تقرير من نعم. من لما عم نشتغل من عشرات السنين كل جمعه في تقرير. دكتور كنا عم نحكي عن المساعدات التي تاتي الى لبنان وكنت عم بسالك بموضوع يعني بعد كارثه المرفأ كان في كثير من الجمعيات واتتها مساعدات ولكن يبدو في بعض هذه المساعدات لم تصل الى مستحقيها، بوقتها قالوا انه يمكن هذه المساعدات في عدم ثقه ببعض الجمعيات، انت شو رايك بهالموضوع؟ هل هي كمان كانت تجربه؟ شكرا على طرحك هذا الموضوع. لما صارت انفجار المرفأ اذا بديش اقول مئات على القليل عشرات الجمعيات اللي انا مسؤول الجمعيات الكبيره بلبنان ماني سامع فيها ولا بعرفها من هي هذه، ودغري صارت تاخذ مساعدات وشو اسمه. شوفي في بلبنان جمعيات هي جزء من تاريخ البلد، حتى في منها تاسست قبل نشوء الدوله، يعني خذي مثلا مثل المقاصد ويمكن الكفاءات تاسست ما عارف اذا الكفاءات تاسست قبل نشوء الدولة اللبنانية تأسست، يعني جزء من ثروات لبنان هيدي المؤسسات. نعم. هيدي ما في حدا يقول عنها انه هيدي جاية عم دخيلي او هيدي شغلة هيدي وغيرها وغيرها. هلا طلع مؤسسات انا ما بعرفهم صحيح. فيني اقول لك انه بعض الاحزاب مش حسميها هي عملت شبكة رهيبة من هيدي الجمعيات واللي كان عندها أجندة سياسية اكثر من هي أجندة انسانية، موقف سياسي تجاه صحيح يمكن هيدا عامل من عوامل عدم الثقه فيه. وبالتالي معلش هلا لك كيف تضررنا نحن مثلا بهنا العمليه، عامل كل عمره التلفزيونات، هلا بنشكر انها تلفزيون لبنان اللي هو التلفزيون الدولي هو اللي يعني بغطي نشاط عامل يعني، بس كان في مثلا مش حسمي تلفزيونات اخرى بتغطي نشاط المؤسسه. لما طلع هالجمعيات اللي ما لها وجود على الارض صارت هي تدفع للتلفزيونات منشان يطلعوا على التلفزيون. فنحن مرة تلفزيون مش حسميه كان يحط لنا نشاطنا، فشوفي كمان انا عامل بيجي عليها كل يوم 2000 واحد مركزها كل يوم كل يوم كل يوم، شوفي يعني ليش يعني دولة صغيرة يعني. لما صار يحط لنا هذا التلفزيون اللي هو بنشاف كثير والله عم تشتغلوا والله عم تشتغلوا، يعني صار هلا الشغل مش انه انا شو عم نعمل على الارض الاعلام بروباغندا. المهم شركة الإعلانات صارت بكل أغلب التلفزيونات، شركة الإعلانات هي بتلتزم نعم. الكون صار في جمعيات اللي هو اللي أنا بعرف إذا فينا نسميه جمعيات لسوي طلعوا حديثي العهد وهلا اختفى اختفى قديش كانوا يدفعوا لأنه تيبينوا أنه عم يشتغلوا أو ياخذوا موقف يدفعوا للتلفزيون تيقدروا يطلعوا على التلفزيون. فما صار ما صاروا غطوا عامل، إجا شركة الإعلانات اعترضت كيف عم يحطوا الى عامل، وانا ما بدفع لاي حدا بهالموضوع. اجى صديق لنا له علاقه بهذا التلفزيون صار يتشاور هو وياه وصل لمبلغ يعني زهيد انه عامل تقدمه تيمرقوا لنا بالشهر نشاطين بالشهر نشاطين واكثر من مره بالنهار وجوز. انا يعني قلت بشو استخدم صار هيك ومبلغ مش يعني بسيط هاي والله، وعامل موازنتها ضخمه فيها 1800 متفرغ وعنده موازنه ضخمه
قعدت فتش كيف بقدر لاقي، ما قدرت اقدر لاقي لانه كل شيء داخل. فقلت له بشرفك لهذا الصديق، قال لي مخلص، قلت له بس بشرفك شو رايك بمؤسسه ما بتقدر تلاقي هذا المبلغ لتقدر، شو رايك؟ قال لي هذا بشيء. إذا دكتور كنا عم نتحدث عن وضع هذه المؤسسات والثقة الدولية فيها اليوم، حضرتك من خلال لقاءاتك مع يعني المسؤولين الدوليين اللي لهم علاقة بهذه المساعدات، اليوم قديش هن مستعدين إلى هذه المساعدة لو خفت؟ لا عمل لك متواضعة يعني هن طيبين وبيحبوا يساعدوا، عم يشوفوا على الأرض، بس مش هن اللي بيعطوا مصاري، اللي بيعطي مصاري الدول. الدول اللي بتعطي مصاري، الدول هذا قرار سياسي. يعني في كلمه يعني متردد من انا بالبدايه معك اولى، بس هلا في حصار على لبنان. بدهم موقف سياسي معين منه للبنان، مش راضيين لبنان، مطلوب منه يكون مش مثل ما هو هلا، هذا لانه اللي بيدفعوا معروفين من هني، مع انه نحن الغنى موجود بمناطقنا والمصاري موجوده عندنا، ونحن اصلا لبنان منو بحاجه لمساعدات لو الطاقات اللي عنده اياها استثمرت بشكل جيد. مش بحاجة، أنا يعني بخجل إنه نحن على فكرة يعني بس أعطي مثال، لبنان قبل الأزمة هلا، شوفي قصة هاي المساعدات، يعني الواحد عم بكتب كتاب أنا كيف ننزع صفة الاستعمار عن العمل الإنساني، بيجوا بدهم يعلمونا بالغرب كيف نشتغل، دائما عقلية الفوقية يعني. صحيح. وابدا اللي بيجي لعندي نحن مخليهم هيك مكان. يا دكتور نحن انا بننظرهم هيدي النظره انه نحن دونيه ابدا من يعني مش استعمل تعبير مش مهذب يعني ما فيني اقوله على التلفزيون، ما ممكن اي حدا بيجي الا بده يكون اي من مكان، شو موقعه عامل زيارة، زار ماكرون زار مركز عامل بعد رومانيا، كل الوزراء الخارجيه للدول العديده معروفه العلاقات اللي عندكم اللي نسجتوها خلال هذه السنوات. ابدا مسيو جوتيريز زار عامل 4 مرات لما كنا المفروض السنه اللاجئين. شو بس اعطيكي مثل، الاتحاد الاوروبي كان لبنان لما كان الحاله الاقتصاديه معقوله بيشتري من الاتحاد الاوروبي كل سنه ب 50 مليار دولار 5 مليار دولار. نعم. قديش فيهم ربح حوالي 50 مليار دولار؟ الاتحاد الاوروبي كان يعطي لبنان 500 مليون دولار بالتعريف، نصهم بيرجع لهم لانه ما في بضاعه انت ملزمه تشتريها من عندهم بهيدا المشاريع اللي بتجي، وفي كمان سموها المونيتورينج، في ناس من عندهم بدهم يكونوا عم يشتغلوا بالمشروع يراقبوا يعني. وهي هي مصرياتك، هي من مثل مش حسمي واحد بنى اوتيل بلبنان انه قال عم يقدم مساعد، هو لما صار نعطى 40% فائده على المصاري بلبنان صاروا يجيبوا من دول الخليج بعض الدول الليرات اللبنانيه بالشاحنه حطوها بالبنك واخذوا فائده من مصاري من عندنا. نحن ما بحاجه نحن حدا يساعدنا، نحن بنساعد لبنانية بيقدروا يساعدوا لو في سياسة سليمة، ولو نحن في الكهرباء مش صعبة لنا نجيب كهرباء ونجيب يكون في أدوية للبلد، بدها هذه حسن إدارة يتوفق يكون في إدارة للبلد، إدارة إلى علاقة بالناس. نعم. إلى حكي مع الناس إلو لمصلحة الناس الحقيقية مش بالشعبوية اللي تفضل فيها الأخ، بده ينعمل شيء له علاقة لمصلحة الناس والإخلاص لمصالح الناس. والطاقات الموجودة بلبنان وخارج لبنان ما أنا بحاجة أبدا لحدا، لبنان بيساعد بيقدر يساعد لو هي الطاقات كلها موظفة بأماكنها يعني يعني إن شاء الله نحن الثقة هلأ بالجيل الجديد يعني والصبايا بيغيروا ويكون في دولة مدنية ديمقراطية وإنسان مواطن وبيكون بينظر للناس من موقعه كمواطن مش ك وهون هم بحب اقول يعني حتى للاخوان اللي مش منتبهين لهالشغله، اقصى المعارك بلبنان كانت داخل الطائفه الوحده، اقصى المعارك مش حفصل اكثر منك. صحيح معناتها فينا نعطي امثله كمان للاسف اللي في حتى داخل البيت الواحد عدة شغل هاي حتى داخل البيت الواحد كانوا من قصمين انسان بنتعاطى كانسان احترام بعضنا كل اي من مكان مش بس كلمني احترم بعض احترم الناس كل الناس ابدا. فهلا عامل لك انا وعم نقدم عامل كحركه اجتماعيه على هذا الكتاب اللي عم بكتبه نهضويه مبنيه على الكرامه الانسانيه والحريه، ما ممكن بده يكون في كرامه للناس، كرامه اول شيء بالتعبير بس نفس الشيء بالحقوق بالصحه بالتعليم بالسكن الى اي حد، مشاركه المراه مش ممكن يحد ديمقراطيه المراه مش مشاركه، بده يكون في حقوق للناس حقوق وهون بينتموا للوطن، في بيقولوا في دولة الشرطة
وفي دولة الأمن الاجتماعي. نعم. لما أنت في عنا نحن الناس ضد الدولة بالحرب، أنا مذكر هالأهلية كانوا يقوسوا على المؤسسات الدولة لأنه ما حسوا الدولة ولا مرة بينتموا لها. نعم. بينما روح أمشي ببلد مثلا في حقوق للمواطن، امشي بعكس السير، المواطن بوقفك مش الشرطي. طيب دكتور، إلى أي حد اليوم عم تتحدث عن كرامة الإنسان؟ كرامة النازح اليوم مصنع. لا ما كرامة النازح يعني لا ما أنا متوفرة يعني أنا متوفرة هلا في جزء من التضامن هيدا بعتقده شيء رائع عم يكون، وهني هلا بحييهم حقيقة كلهم أهلنا كمان عرفوا شو الواقع بالبلد، وما في ما بتسمعي في يعني تململ أو شيء، عارفين إنه شو هي الإمكانيات وشو وضع البلد وعم يعتمدوا على نفسهم وبيتحملوا الأعباء والنتائج مع إنه خسائرهم كتير كبيرة نطالما بيوتهم. نعم. ناس عايشة بكرامتها ببيوتها، بس كمان يعني موقفين النق اللي بنسميه النق نحن، إنه الوضع هيك ما في إمكانيات، طيب بدنا نشوف كيف نقدر ندبر حالنا بهالواقع، وحتى في قسم مننا عم نحن عم يشارك معنا بالتطوع، مش نحن بشغلنا معهم تجمعات، عم يشارك قسم مننا معنا بالتطوع معنا بالشغل. لما كنت عندنا مشروع لليوم شفت صبية بعامل مسؤولة. نعم. قالت لي معنا 70 واحد متطوعين مشتغلوا بالمنطقة يعني صحيح. طيب سؤال يعني الأخير دكتور، اليوم نحن يبدو الأمور إلى تصعيد، واليوم كمان يبدو الأمور تصعيدية كمان أكثر، كيف ستواكبون هذه الخطوات وشو رح تعملوا من إجراءات؟ لا نحن برنامجنا بعتنا عن النداء. نعم. عندنا نداء، وبصراحة بقول لك في كتير جهات هلأ برا بعدة بلدان عم يعملوا حملات العامل، وحتى كان عندي الجمعة الماضي زوم كمان على الصعيد العربي بدل انه عامل صارت يعني معروف كيف تشغل او كيف تشتغل صحيح في ثقة كمان. فلغينا لان صار في تطورات خطيرة بالبلد يعني، ففي يعني فنحن وهلا قبل ما اجي يعني كثير عم يجي اجوبة، ونحن بالقليل فينا نعمل كثير لانه المصاري بتوصل للناس يعني، بس عم بقول لك يعني حتى لو أشر قد ما يجي بالمقارنة مع البدة هيدا شيء دول شقيقة ودول صديقة تعمل ضخ أموال كبير للبلد، طيارات تجي ورا بعضها بال 2006 هيك كان ايه برافو عليك أذكر تماما طيارات. كيف كانت المطار هلا بعدين نحكي عن الأعمار بس إنه إعارة الأعمار، بس هلا هيك طيارات ورا بعضها جاية بتنزل هيك بده يجي ابدا كله بتطبع 10 طيارات 15 طياره سفن يجي هيك بده هيك هذا المطلوب هذا لك هيك يمشي الحال لك بصراحه. نعم. مش انه نحن مزبوط عم نعمله مهم كتير وغيرنا عم نعمله مهم كتير، بس في حاجه كتير كبيره ولبنان بحاجه لليوم. كان في راديو RFI راديو فرنسا عمل معي مقابله قلت لهم جهت نداء قلت لهم لبنان بحاجه لاشتقائه بحاجه لاصدقائه، لازم يوقفوا على لبنان هلا ما بيقولوا عليهم كلهم بيقولوا عليهم. بدك مين يسمع يا دكتور؟ لا لازم يسمعوا لازم يسمعوا لانه حيندموا هني كمان مش موفرين بهالمشروع هيدا المشروع عم يصير هني كمان راسه مطلوب. كلمة أخيرة اليوم بظل هذا العدوان الوحشي على في هيك شغلي بقول لك كطبيب يعني أنا ظلم بحياة إنسان يعيش 55 سنة طوارئ، نحن هيك صرنا، فهيك في مثل شغلي طرفي بتطلع بس هي معبرة يقولوا سؤال شو قمة التفاؤل؟ الجواب يقول لك اللبناني بشوفك بكرة. يعني الواحد صحيح لأنا ما بتعرف شو ناطرك بكرة. إسا هلا في اغتيال هلا في هجوم هلا في عدوان هلا هيك نحن عايشين. وكمان القادمين علي أصعب. يعني بس في هون وهذا اللي عامل قوة اللبنانيين. تضامن. مش بس التضامن. انه عامل مناعه لانه دائما انت متوقع الأسوأ بتضلك مهيري حالك بس طالت المده يعني. ايه صحيح، يمكن لانه اعتاد اللبناني على الكوارث والازمات والحروب يعني حتى الجوانب النفسيه كان بيجي عندي وفود انا بدكم علاج نفسي بتقولون نحن بنعالجكم. كنت انا بالحرب بالمنطقات المحاصره وهيك تصوبت فوجدت يعني انا بعد انتهى الحصار وهيك فترت افتح لهم روضات يجي عندي وفود اجنبي شوف طلب الاولاد شوفون عم يتبسموا لابسين منيح وكيف هيك
كيف انتم هيك؟ وين الجوانب بالغرب؟ بتعرفي انا لما كنت عم بدرس بفرنسا الصبايا كل واحد جدانها مليان ادويه مهدئات. صحيح. ف في اول شيء الحمايه، الام، هذا الشعور بالامان. نعم. احتضان. ثاني شيء الايمان، نحن شعوب مؤمنه. شعوب مؤمنه انه العمر محتوم. صحيح. في عندهم في كمان في النموذج، انه عندك دائما نموذج انت هذا بتقتدي فيه وبتصيري انه هيك صار. فانا هلا هيدا سيف ذو حدين، النموذج اللي بتقتدي فيه كمان. بس عندك هيك هذا اللي بسموه ريزيلينس. يعني مثلا اجوا على نفس هون، اجوا على لبنان، بعرفهم يعني اصحابي شفتهم، بسموه بي تي اس دي، يعني الشغل بعد التروما. تفاجئوا انه كيف بعدنا يعني طبيعيين، يعني المرأة على راسنا. ومش هيك قلت لك هذا الدبلوماسي الاوروبي اللي بلبنان في عنف، فيش حقد، لما شايف كيف الناس رجعت صالحت مع بعضها، ومع انه يعني ما انكتب بالذاكره شو صار بالضبط. شكرا دكتور كامل مهنا على وجودك معنا اليوم باستوديو، ويعطيكم الف عافيه على الجهود اللي عم تعملوها. شكرا لك للمشاهدين. إذا مشاهدينا بعد قليل أيضا سنواكب التطورات والمستجدات الميدانية في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.